بين بؤس الحال وواقع المعاناة. تنتظر عشرات الأسر النازحة تلقي مساعدات أغاثية، في حين تحاول بعض المنظمات المحلية هنا في محافظة أبيان تقديم المساعدات الإنسانية لعدد قليل منهم فقط. الإغاثة هذه ستغطي 3000 نازح في مديرية زنجبار وخنفر، ونتمنى إن شاء الله من الممولين الباذلين الطيبين من أهل الخير أن يحذوا حذو الإغاثة الإسلامية في نظرتها الطيبة للنازحين في أبيان. ظروفهم صعبة، حالتهم سيئة، القليل من الدعم الذي وصل لهم إلى الآن. تقول تقارير في مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة أن قرابة 1000 أسرة نازحة في منطقة الكود وحدها يعيشون ظروفا إنسانية غاية في السوء، ولا يستطيعون تلبية متطلبات أسرهم من مأكل وملبس، ويحتاجون إلى توفير المواد الغذائية والإيوائية والصحية. ويقيم أغلب النازحين القادمين إلى محافظة أبيان الفارين من الاقتتال الدائر في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أو تحاول إخضاعها، في أكواخ من القش، وبعض من الميسورين استطاعوا استئجار منازل مؤقتة. جل النازحين في العراء في عشش يفترشوا أرض ويلتحفوا السماء، يحتاجوا للإيواء، يحتاجوا للغذاء، يحتاجوا للعلاج. نتمنى من المنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات والهيئات الالتفاتة للنازحين، لأن النزوح شتات. الحالة الإنسانية التي يعيشها النازحون هنا ليست سوى بعض مما خلفته الحرب في مناطق الصراع في الحديدة ومديريات الوازعية بمحافظة تعز، والتي ألحقت الخسائر بالمدنيين، كما تسببت في أخراجهم من منازلهم يحملون أوجاعهم ويتكبدون معاناة يبدو إنها ستطول كلما طالت الحرب. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.